الحمام وغصن الزيتون كرمز تعبيري عن العدل والسلام في مقدشو، لكن العدالة تمشي على ساق واحدة أكثر من عقدين مرت على تعثر خطواتها، فترة كانت كفيلة باستشراء الفساد بعد توغل الفوضى الأمنية والسياسية. بعد انتهاء الحرب الأهلية حاولت المنظومة القضائية استعادة جزء من عافيتها. هنا في محكمة بلدية مقدشو تستمر الفعاليات بوتيرة حثيثة لتأهيل الموظفين ورفع كفاءاتهم المهنية، جهود طالت أيضا تغيير البنية الإدارية لتحسين الجودة ومكافحة الفساد في مؤسسات القضاء. الهدف من جهود إعادة تأهيل الكوادر العاملين في قطاع القضاء هو إيجاد نظام قضائي عادل لتحقيق العدالة والمصلحة المجتمعية بعد سنوات عانت منها المؤسسة من انهيار في أدائها. يقول الشيخ صالح إبراهيم القاضي في المحكمة العليا إن الإصلاحات التي يشهدها سلك القضاء ستعزز ثقة المواطن الصومالي بعدالة المحاكم في مقدشو. حدث تطويرات كثيرة، منها أنه تأهيل وتطوير الكفاءات الموجودة واستغناء بعض العناصر غير الكفوة، ثم إدخال عناصر شابة جديدة. الحد من الفساد وتحقيق العدالة هو شعار ترفعه الحكومات في الصومال منذ 10 سنوات، لكن تحقيق غايات هذه الجهود يصطدم بصخرة من التحديات، ليس أقلها غياب الأمن وضبابية القوانين، فضلا عن عدم اكتمال صياغة دستور صومالي جديد. ربما لم يجد الصوماليون تعبيرا أدق من هذه المقولة التي كتبت هنا، أن العدالة هي السلام والسلام هو العدل، لكن العدل الذي اختلت موازينه العقود لا يمكن تحقيقه بين طرفة عين وانتباهتها. عدل شرطه الأساسي الاستقرار بدل التوترات. الشافعي عبد الدون.